إلى كل معلم صالح ومرب مصلح يعمل بإخلاص وتفان في ميدان التربية والتعليم. لا تزهدن بنفسك ولا بمهنة التعليم ولا بالرسالة العظيمة التي شرفك الله بحملها ورفع لوائها. فإن وجدت فيها المشقة فتذكر أن الثواب على قدر المشقة، وتذكر أن كل من صار اليوم فوق في شتى الميادين والمجالات تعلموا بالأمس تحت يدك في المدارس والجامعات. فتحية تقدير واحترام إليك أيها المعلم الرافع، يا من كنت سببا في إعلاء شأن طلابك ورفع قدرهم. رفع الله قدرك وأعلى شأنك، فكل الشرفاء والأوفياء ممتنون ومدينون لك بالوفاء. ووالله لا يعرف مقدار جهدك وتعبك وتضحياتك إلا الله الذي لا يضيع أجر من أحسن عمله. يا أيها المربي الكادح والمكافح، تحية إليك في يوم الوفاء لك. يا من نشهد أمام الله تعالى أنك قد نذرت نفسك لتربية الأجيال المؤمنة ولصناعة قادة الغد وقادة التغيير. فكم طفلا ربيته، وكم طالبا علمته ومكنته، كم شابا أرشدته، وكم مراهقا وجهته، كم تائها بالله ربه عرفته وبدينه حببته، فصار بسببك مستقيما في حياته. كم متعلما متعطشا غرست فيه الأخلاق والقيم والمثل العليا، حببته بالفضيلة كرهته بالرذيلة، فصار بفضلك مواطنا صالحا يؤتمن على نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه وأمته. في يوم الوفاء لك كل عام وأنت في عالمنا الثائر الأول على الجهل والظلام والتخلف والرجعية في كل مكان، كل عام وأنت للصلاح رائد وللإصلاح قائد. ورحم الله من قال فيك لولا المربي لما عرفت ربي، لما عرفت ربي.